لقد قمنا بعدة فيديوهات باستخدام العدسات المحدبة، حيث كنا نرسم شعاعين متوازيين والأشعة التي تدخل إلى مركز البؤرة لمعرفة ما هي الصورة المتكونة للجسم. ما أود عمله في هذا الفيديو هو الخروج بعلاقة جبرية بين بعد الجسم عن العدسة المحدبة. أو بعد الصورة عن العدسة المحدبة في العادة على الجانب الآخر وبين البعد البؤري. لنرى إذا كان بإمكاننا فعل ذلك، ولتوفير الوقت لدي مخطط جاهز. هذا هو المخطط، لذا يمكن تصور هذا الشيء. هذا الشيء الأصفر هنا هو الجسم، هذا هو الجسم، وهذان النقطتان الورديتان هنا نقطتان البؤرة. هذا البعد البؤري، وقمت بعمل ما نقوم به، رسمت شعاع موازي من رأس السهم إلى العدسة المحدبة الحقيقية، وسينكسر ويسير خلال البؤرة على الجانب الأيمن، وسيسير بكل اتجاهات هنا. ثم رسمت شعاع آخر خلال البؤرة على الجانب الأيسر، وعندما ينكسر سيصبح موازي، سيصبح موازي وسيتقاطع مع الشعاع السابق هنا، وهذا يعطينا حدس كيف ستبدو الصورة. ستكون مقلوبة وحقيقية وأكبر من الصورة الحقيقية. وما أود عمله هو إيجاد علاقة بين هذه القيم، لنرى إذا ممكن أن نصنفه هنا ونقوم بالقليل من الهندسة والرياضيات لفهم هذا إذا كان هناك علاقة جبرية هنا. إذن الرقم الأول هو بعد الجسم، هذا البعد من هنا إلى هنا، بعد الجسم دي نوت، أو يمكن أن نعلم ذلك هنا بما أنه مرسوم أصلا. هذه المسافة هكذا رسمناه، هذا كان شعاع ضوء موازي، لكن قبل أن ينكسر سيسير مسافة من الجسم إلى العدسة الحقيقية. الآن المسافة من الصورة إلى العدسة، هذا الذي هنا، هذا هو البعد الذي يقطعه شعاع الضوء الموازي. إذن هذه المسافة من الصورة إلى العدسة DI. ثم لدي المسافة أو البعد البؤري، وهذه هي المسافة هنا، هذه هي المسافة، ونستطيع أن نظهره على هذا الجانب أيضا، وهنا أيضا بعد بؤري آخر. إذن هذه هي البعد البؤري F. إذن سنخرج بعلاقة، ولعمل هذا سأرسم بعض المثلثات هنا. إذن ما سنفعله والاستراتيجية التي سنتبعها هي إيجاد المثلثات المتشابهة، ثم إيجاد علاقة أو نسبة تتعلق بين الثلاثة أشياء مع بعضها. إذن لنجد بعض المثلثات المتشابهة، أفضل شيء التفكير به هو إعادة الرسم فوق المثلث هنا لنقلبه. إذن لنرسم نفس المثلث على الجانب الأيمن من المخطط. إذا كنت رسمت نفس المثلث سيبدو لك هكذا. إذن سيبدو المثلث هكذا لتوضيح هذا مثلث. إذن فقط لقد قلبته. وحتى تتأكد من أننا نبقي المسار من نفس الجانب، إذا كان الطول هنا دي نود، يمكن أن نسميها دي صفر أيضا أو أيا كان. إذن هذا الطول هنا سيكون دي نود.
إذن هذا الطول هنا سيكون دي نوت. هناك شيء مهم فعلت ذلك من أجله، نستطيع ربط هذا المثلث هنا مع ذلك المثلث في الأسفل وسنرى أنهما متشابهان، وعندها يمكن ربطهما ونحصل على نسب الجانب لكل منهما، وبعدها يمكن أن نطابق بين المثلثات هنا وذلك المثلث هناك ونحصل على المزيد من النسب، وبعدها يمكن ربط كل هذه الأشياء. أول شيء يجب إثباته هو أن المثلثات المتشابهة، أن المثلثات هذه المثلثات متشابهة، لذا أول شيء يجب فهمه هو أن الزاوية هنا في هذا المثلث هي نفس الزاوية هنا في المثلث هنا، ونسمي ذلك زاوية مقابلة. إذن هما على الجانبين المتقابلين الخطوط المتقاطعة، إذن سيكونان متساويتان. الآن الشيء الآخر، هذا يدل على حقيقة أن كلا الخطوط متوازية، هذا الخط هنا موازي لهذا الخط هنا. أعتقد أنك يمكن أن تطلق عليه الزوايا الداخلية البديلة. إذا نظرت إلى الزوايا مرة أخرى مع الخطوط المتوازية، مع المستعرض من الخطوط المتوازية، نعلم أن هذه الزاوية بما أنها زاوية داخلية بديلة، هذه الزاوية ستكون بنفس القيمة لهذه الزاوية. كلاهما إذا نظرت إلى هذا الخط كمستعرض من خطين متوازيين، هذه هي زوايا داخلية بديلة، إذن ستكون نفس الشيء. والآن بإمكاننا عمل نفس هذا البرهان مع هذه الزوايا وهذه الزوايا، وما نراه هو أن هذا المثلث سيكون نفس الثلاث زوايا لهذا المثلث أسفل هنا. إذن هذين المثلثين متشابهين، هذان نفس الشيء، وهذا عمليا شيء هندسي أكثر مما هو بصري، هذين مثلثين متشابهين هما متشابهين، لأنهما متشابهين ستكون نسب بين من الجانبين المقابلين ستكون نفس الشيء. إذن دي نود تتقاطع مع هذا، إذن كلاهما عكس هذه الزاوية الأرجوانية. إذن النسب بين دي نود ودي واحد، سأكتب ذلك، دي نود النسبة بين دي نوت ودي واحد، إذن النسبة بينهما بين دي نوت ودي واحد ستساوي، إذن النسبة بين دي نوت ودي آي، النسبة بين دي نوت ودي آي، سأكتب هذا هنا، النسبة بين دي نوت ودي آي هي نسبة الجانبين المتقابلين، وستكون نفس الشيء، نقوم بعمل نفس التصنيف هنا، هذان نفس الشيء، والنسبة لهذا الجانب هنا لنسميه A، نسمي هذا الجانب A، وهي مقابل هذه الزاوية الأرجوانية هنا. هذه ستكون نفس الشيء، نفس النسبة لهذا الجانب، لهذا الجانب نسميه B، ومرة أخرى يمكننا تتبع ذلك لأن الجانب B هو مقابل الزاوية الأرجوانية أسفل هنا. إذن هكذا نعرف هذا الجانب وهو جانب مقابل مع الجانب في المثلث الآخر المشابه له، كلاهما عكس الزوايا الأرجوانية. إذن فإن دي نود نسبة دي نود إلى دي آي هي نفسها مثل نسبة A إلى B. إذن هذا مهم، لقد كان بإمكاننا ربط هذين الشيئين هنا إلى هذه الأطوال. يجب علينا ربط هذه الأشياء مع البعد البؤري، لربطهما بالبعد البؤري نريد ربط A و B. A موجودة على نفس المثلث من البعد البؤري،
هنا، إذا لننظر إلى المثلث هنا لنرسمه بلون آخر. إذا لننظر إلى المثلث هنا المظلل باللون الأصفر، هذا المثلث باللون الأصفر، لنقارن بين هذا المثلث وهذا المثلث المظلل باللون الأصفر. الآن ما أود عمله سأريك أن هذه المثلثات متشابهة، متشابهة الزاوية هنا وزاوية هنا هما نفس الشيء، هما زاوية متقابلة مع الخطوط المتقاطعة، ونفس القوس يمكن عمله بالنسبة للزوايا الداخلية البديلة. هناك عدة أقواس يمكن عملها. أولا يمكن أن ترى أن الزاوية هنا هذه زاوية اليمين، إذا كانت زاويتين في مثلثين نفس الشيء متشابهين، إذا الزاوية الثالثة ستكون مساوية للزاوية الأخرى. ويمكن أيضا أن نقول أن هذا الشيء لنستخدم لون آخر، لا أريد أن أكرر كثيرا الألوان، يمكن القول أن هذه الزاوية هنا ستكون مساوية للزاوية هنا، أو بطريقة أخرى يمكن القول أن هذا الخط هنا، أن هذا الخط هنا الذي هو نوع من العدسة أو الخط الموازي للعدسة سيكون موازي للجسم هنا. ويمكن عمل نفس الشيء لزاوية داخلية هنا. الشيء الآخر، انظر، لدي مثلثين زاويتين في هذان المثلثان متساويتين، إذا الزاوية الثالثة يجب أن تكون متساوية، لأن بما أن الثلاث زوايا متساوية إذا هذان المثلثان متساويان. ويمكن عمل نفس الشيء، يمكن عمل نفس الشيء A إلى B، كلاهما مقابل زاوية 90، إذن كلاهما الوتر، إذن كلاهما الوتر من المثلثات المتشابهة. إذن A إلى B هي نفس طول القاعدة هنا، إذن طول القاعدة هذه هي F، هذا هو البعد البؤري، كما F في هذا المثلث ترتبط بهذا الطول في هذا المثلث، كلاهما عكس هذه الزاوية البيضاء هنا. إذن كما F هي الطول هنا، إذن ما هو الطول هنا؟ هذه المسافة DI، لكن هذا الطول هو كل المسافة هنا ناقص البعد البؤري، إذن هذه DI ناقص البعد البؤري. إذن A إلى B كما هي F إلى DI ناقص البعد البؤري ناقص F. مرة أخرى لدينا علاقة بين المسافة، مسافة الجسم، بعد الصورة والبعد البؤري. والآن كل ما يجب عمله هو عملية جبرية. إذن هذا الشيء الأزرق هنا يجب أن يساوي الأرجواني هنا، والآن يجب عمل شيء جبري لنفعل ذلك. إذن دي نود إلى دي آي، دي نود إلى دي آي تساوي نسبة البعد البؤري، نسبة البعد البؤري F إلى الفرق بين الفرق في بعد الصورة DI ناقص البعد البؤري F ناقص البعد البؤري. وهنا يجب عمل شيء رياضي لنبسطها، لنضربها ضربا تبادليا. حسنا، لنضرب دي نود في هذا الشيء هنا، نحصل على دي نود ضرب دي اي ناقص دي نود ضرب اف. انا فقط اقوم بالتوزيع، اذا فقط اضرب ضربا تبادليا، وهو نفس الشيء لو ضربنا كلا الطرفين بكلا المقامين. هذا سيساوي دي اي ضرب اف ضرب البعد البؤري اف،
والآن يمكن إضافة هذا الجزء لطرفي المعادلة. سأغير لون إلى لون محايد، نحصل على d نود دي اي يساوي دي اي يساوي دي اي اف زائد زائد دي نود ضرب اف. نأخذ عامل مشترك اف وهو البعد البؤري، ونحصل على دي نود دي اي يساوي اف دي اي زائد دي نود. والآن ماذا يمكن أن نعمل؟ نقسم الطرفين على اف. إذن هذه مقسومة على اف، وهذه ستلغى معا، هذه ستلغى معا، ثم لنعيد كتابتها. إذن تصبح دي نود دي اي على اف هذا يساوي دي اي زائد دي نود. والآن لنقسم كلا الطرفين على دي نود دي اي، أو نضرب بواحد على دي نود دي اي، وهذه تلغى معا. الآن على اليسار، أي يبقى لدينا في الطرف الأيسر واحد على اف يساوي، أي واحد على البعد البؤري يساوي هذا الشيء. هذا الشيء هو نفسه، نفصل المقام وهو سيكون نفس الشيء لدي اي على دي نود دي اي زائد دي نود على دي نود دي اي، وهذه الدي نود مع دي اي تلغى. إذن سيبقى لدينا هذا سيساوي واحد على مسافة الجسم أي دي نود زائد واحد على مسافة الصورة أي واحد على دي اي. أول بأول هذه كانت الصيغة الكاملة، وبالتالي حققنا ما أردناه، وهذه معادلة رائعة لا يوجد فيها أكثر من دي اي أو دي نود مكررة، وهنا لدينا علاقة جبرية للمرآة المحدبة، وهذا يربط البعد البؤري مع بعد الجسم وبعد الصورة. على كل حال إنه شيء رائع كيف خرجنا بهذه الصيغة الرائعة.